ازيك يا جاي؟ الحمد لله تمام يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مساء الخير عليكم. النهارده كان المفروض ان احنا نعمل الحلقه اللي هي بين البوز شيبرد، الفرق بين البوز شيبرد والكنجال التركي. طبعا احنا مش بروفيشنال قوي في البريد دي، وحبينا اكتر ان احنا نطلع معانا في الحلقه دي طبعا كابتن وليد عدلي، هو كان اكتر واحد طبعا يقدر يفيدنا في التركيش كنجال والبوش شيبرد والاكسراي ملاكلي وكده. فجاب بيقول لي هو احنا مش هنعمل حلقه النهارده؟ لا نعمل حلقه، ما نعملش ليه؟ بس النهارده هنعمل حلقه ومحدش يقول لي بقى بكام وكده، لان هي متباعين اصلا. يعني احنا هنعمل حلقه عن تطور الجرو الماستر من سن 30 يوم لحد 60 يوم، بس اللي هو الفترة اللي احنا كبريدرز بنجهز الجرو علشان يتباع. حابب اعرفكم على جميلة. مين جميلة؟ تعالي يا جميلة. انت طلعت لوحدك؟ جميلة بنت برومي، ايه رأيكم النبي؟ بذمكم مش حاجة تشرح القلب. انا عن نفسي انا بحب جميله. جميله كلبه طبعا النهارده هي 50 يوم. احنا مش عايزين نوقفها ولا حاجه، بس احنا عايزين نتخيل بس الوضع. الكلبه سايز الراس، العين الضيقه، العين الغامقه، الحسنتين المميزين للماستف، العظمه دي تريد مارك في الماستف. ايه العظمه دي؟ العظمه دي بتدل ان 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 راس النتايه هتكبر، او ان راس الذكر هيكبر. دي زي القماشه اللي الجرو بيجيب مقاسات الراس فيها. حابب اوريكم حجم الكفوف. طبعا الكلب الماستف ككلب ماستف من الجراوي اللي نموها بطيء وهي صغيره. ليه؟ لان الكلاب دي بتقعد لحد سنتين ونص تنمو. الجراوي بيميزها عن بقيه الكلاب الماستف عرض الراس، الفول ماسك، الفول بلاك ماسك او الفول جراي ماسك، الستريت توب لاين، الالوان الفون والابريكوت. طبعا دي جراوي عندنا ابريكوت. الحسنتين، عرض الايدين. من الاخر هي حلوه قوي، بس خلاص بقى، بلا ايدين بلا رجلين. بصوا الجمال، على راي اخواننا اللي بيعرضوا الماستف، نعرض الماستفيه كده. هاتي بوسه، ريحتها فريخ. ايه رايكم؟ مش بنعرض منتج للبيع ولا حاجه، لا خالص. انا حابب اوريكم الفرق بين انتاج اسيرتا من سنتين وانتاج اسيرتا لما اتطور بعد استخدام الكلاب المستورده من المجر ومن اوكرانيا ومن بيلاروسيا ومن روسيا ومن ايطاليا ومن اسبانيا. شكل الخلفه بقت عامله ازاي؟ ما شاء الله. استنوا انتاجنا الجديد من الماستف. طبعا الكلاب دي كلها محجوزه الحمد لله رب العالمين. استنوا انتاجنا الجديد من الماستف، بعد اسبوعين ان شاء الله نعرض خلفه جديده. واشوفكم في الحلقه بتاعت بكره يوم الجمعه، دي مش حلقه ولا حاجه طبعا. اشوفكم على الحلقه الجديده يوم الجمعه بكره بعد بكره عن البولدوج. اوكي، اشوفكم على البولدوج.